لكم من بعد العيد وتنعاد عليكم جميعا. حبينا نشرح لكم شوي عن مشروع نحن اشتغلنا عليه بالمركز اللي خصه بتحليل إشارات الدماغ وباستخدام تقنيات الديب ليرنينج والماشين ليرنينج لحتى نشوف نتنبأ بشو عم بصير ببعض المرضى اللي عندهم مرض الإبيليبسي واللي بصير عندهم نوبات بالرأس. حاولنا كتير نوصل لنتائج بحيث انه نتنبأ ايمتى ممكن يصير في عنده المريض نوبة. كل هالعمل نحن اشتغلناه نحن بالمركز. بيشرح لكم هلا زميلي محمد هو سينير بالتيم معنا بالديفلوبمنت، بيشرح لكم عن هالديفايس اللي حطتها على راسه شو بتعمل شو بتساوي، بنشرح عن السيستم بعدين. هاي ديفايس اسمها اوبن بي سي اي، هي بيست على اردوينو تشيب سيت، وظيفتها انه تقرا اشارات الكهربائيه من الدماغ وتحولهم لباينري داتا كرمال نقدر نحن نستفيد منه ونستخدم الداتا لتحسين اوضاع المرضى المصابين بمرض الابيليبسي. صحيح. فمثل ما شايفين هون الديفايس اللي حطتها محمد كان على راسه في بقلبها 8 الكترودز، هول الكترودز هن بوزيشن على الدماغ على سكالب، بنحطهم على قشره الدماغ من هون، بياخذوا داتا بياخذوا كهرباء من هالثمان اماكن بالدماغ وبنحولهم لباينري لحتى نقدر نعمل لهم اناليسز. فهيدا الديفايس نحن اشتغلنا سيستم اول شيء لحتى ناخذ الداتا نطلعها على الكلاود ونعمل لها اناليسز. اهم من انك تاخذ الداتا من هيدا الديفايس انه نحن نستخدم تقنيات التعلم الالي الديب ليرنينج والماشين ليرنينج اللي اشتغلنا عليهم بتذكرهم، هو الالجوريثم اللي اخذناه هون لحتى نقدر نكتشف باترنز، نكتشف انماط بموضوع الصرع اما الابيليبسي، يعني ايمتى ممكن هالمريض يحصل معه نوبه بالدقائق التاليه، ممكن انه نحن يعني حياته تكون على المحك هذا المريض اذا صار معه النوبه وما في حدا حده اما وقع اما صار له شيء. فبنتامل ان شاء الله انه نكفي بموضوع تطوير هيدي الابلكيشن، مثل نكفي بموضوع الديب ليرنينج والماشين ليرنينج اللي عم نعمله. طبعا نحن اشتغلنا على موضوع التايم سيريز اناليسز، يعني ناخذ السامبلز ونعمل لهم اناليسز، واشتغلنا على موضوع الفريكوانسي دومين، يعني حولنا من التايم دومين اللي بيعرف سيجنال بروسيسنج، تذكر اشتغلناه على الاف اف تي للفريكوانسي دومين، وصرنا نعمل نحن كمان بريدكشن بالفريكوانسي دومين. عملنا كتير فيتشر اكستراكشن منه، طلعنا الفيتشر تبع هالسيجنال تبع هالاشارات وحاولنا نطلع هالانماط، يعني وصلنا لدقة، يعني دقة بموضوع التنبؤ بموضوع الابيليبسي لدقة تقارب الـ 80% ممكن 85% ممكن. فكتير منيح. رح نشرح لكم عن هالسيستم شوي اكتر، طبعا هو شوي سيستم ساينتفك اكتر علمي اكتر بطور الابحاث، نحن عم نطوره وان شاء الله بنشرح عنه شوي شوي بعد لقدام. نحن طبعا اشتغلنا، شو هن الكومبوننت تبع السيستم اشتغلنا نحن باك اند؟ نحن عنا كلاود اركيتكتشر، عنا كلاود، عنا موبايل ابليكيشن، موبايل اب، صح، بتشتغل على الاندرويد وبتشتغل كمان على الاي او اس، صحيح، على كل الديفايس، على الايباد على الايفون، اي ديفايس عندكم اياه يمكن تشتغل الديفايس على الديفايس، تشتغل مع الموبايل عبر البلوتوث، تاخذ الداتا وبتبعتها للموبايل اللي هو بيكون على الابلكيشن اللي نحن عملناها، بتقدر هي ان ريل تايم تعمل اناليسز للداتا اللي عم يوصل لها من الالكترودز، تبعت الداتا على الانترنت لحتى ينعمل لها بروسيسنج. فطبعا نحن ان شاء الله بنتامل انه نحن هلا التجارب بالعالم العربي ان نفوت اكثر بموضوع الهيلث كير، بموضوع تحسين اوضاع المرضى، نستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، التعلم الالي، الماشين ليرنينج، الديب ليرنينج، نستخدمه بالاي اي جي، بالام ار اي، بالسكان، بكل هالفيلدز تبع الصحه. وبنشوفكم بحلقات اخرى ان شاء الله. شكرا، تعطيكم العافيه. فرجيكم شوي على السيستم كيف بيشتغل. مثل ما شايفين هون السيجنالز، نحن يعني الالكترود عم يجوا من الفرونتال، يعني محل من الجبهه الاماميه، بيجوا من كمان عن الجنب هون، بنشوف السيجنال كيف عم تمشي شوي شوي، عم هلا الداتا عم تيجي ريل تايم من الدماغ مثل ما عم شايفين عم تتحرك شوي شوي. اذا بده الطبيب يشوف هالداتا هي بذاتها بالفريكوينسي دومين، في قلب بيشوف الفريكونسي دومين مباشرة، بيشوف هلا الفريكونسي تبعيت هالداتا كيف عم تبين، اما بعد بيشوف السيجنال كويف فورم. كمان فينا نشوف الهيد بلوت، يعني نشوف عم نشوف
كيف عم تحرك الالكتريسيتي الفولتج قصدي على الدماغ الكهربيه على الدماغ. هيدي التوبوغرافيك بلوت بنقول له نحن مثل ما شايفين هلا في تركيز كتير على القشره الخارجيه على الجوانب الدماغ. فهون بيقدروا الاطباء بيقدروا التكنيشن يعملوا شيء بنقول له نحن لوكاليزيشن انه وين عم تصير النوبه باي مكان من الدماغ مشان يقدروا يعالجوه لهذا المريض بطريقه يعني مناسبه بطريقه فعاله. فهيدي بشكل عام نحن السيستم اللي اشتغلناه بنتامل انه ان شاء الله نشارككم بعد بمعلومات عنه ونشرح للاخوه والاخوات اللي معنا على الصفحه كيف اشتغلنا هالسيستم باي تكنولوجي كيف اشتغلنا بالماشين ليرنينج شو هن الالجوريزم اللي اشتغلناه هون ولا ما هنالك. طبعا هون مثل ما شايفينه هذا التوبوغرافيك ماب هذا القشره بتاعت الدماغ اللي شايفينها هون ملونه. هون في شيء بنقول له نحن انتربوليشن بنحاول نطلع المناطق الهيت اللي بالدماغ بالانتربوليشن الجوريزم والى ما هنالك. وان شاء الله بنكفي بحلقات مقبله شرح عن هذه البرامج. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.